أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2 مليوني دولار أمريكي للمساهمة في دعم مشروع تحسين أوضاع اللاجئين المعيشية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنغلاديش. كاميرا الأخبار تواجدت لحظة إبرام الاتفاقية، نتابع هذا التقرير لمزيد من التفاصيل. مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مستمرة بدعم مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنغلاديش. يسعدنا توقيع الاتفاقية السادسة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نشاطنا احنا الصندوق الكويتي بدأ في 2016، عقدنا معهم 5 اتفاقيات كلها فيما تخص اللاجئين سواء في العراق أو في سوريا أو في الأردن وكذلك في اليمن. اليوم هذه الاتفاقية السادسة قيمتها 2 مليون، الهدف منها توفير مستلزمات رئيسية للاجئين روهينجا في إقليم كوكس بازار. 2 مليون دولار أمريكي قيمة اتفاقية منحة الطرفين لتوفير مواد البناء الأساسية لترميم مساكن اللاجئين وتوفير غاز البترول المسال لحوالي 18,000 أسرة ولمدة 12 شهراً. احنا اليوم بنسلط الضوء على لاجئين روهينجا في بنغلاديش اللي عددهم 1 مليون. طبعا اتفاقيتنا اليوم بتهدف الى تحسين مستوى الحياة لفئة جدا مستضعفة. احنا صرنا 7 سنوات من الحرب اللي ادت الى نزوح لاجئين البنغلاديش، وما زالوا يعانون من اثار انسانية بسبب الاوضاع اللي بيعيشوا فيها. الاتفاقية تقريبا بتشمل 150,000 لاجئ. هذه المساهمة السادسة بين الطرفين في مجال الدعم الإنساني والأولى من نوعها في مجال تحسين الظروف المعيشية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنغلاديش الشعبية. تهدف الاتفاقية لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الروهينجا المقيمين في مخيم كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش لرفع مستوى الأمان والصحة العامة، وذلك كأبسط الحقوق المدنية من حد الكفاف. فيصل الجاسم، قناة الأخبار.